حرصا على الحضور. سيكون لدينا الحقيقة كلمة للكابتن محمود الخطيب يستعرض فيها هذه الأزمة بالوثائق والدلائل والمستندات، ثم سنعطي لحضراتكم فرصة لتوجيه الأسئلة المختلفة من خلال الأوراق المكتوبة. لدينا أوراق مطبوعة تقدروا حضراتكم تكتبوا هذه الأسئلة لضمان فقط أن يكون هناك نقطة نظام ونلتزم بموضوع المؤتمر الصحفي المتعلق بأزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مرة تانية برحب بحضراتكم في النادي الأهلي في معقله التاريخي بالجزيرة، ونبدأ وقائع هذا المؤتمر بالكلمة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فليتفضل. شكرا يا شيف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بكم في النادي الأهلي، وبنشكر كل السادة الحضور، وكل الشكر للإخوة الإعلاميين والصحفيين. الحقيقة أنا موجود معاكم النهاردة لأن مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال كان أخذ قرار بإقامة مؤتمر صحفي بعد نهاية الأحداث، سواء كانت سلبية أو إيجابية، من أجل إعلان عن كل التفاصيل اللي احنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت. وبرضو يمكن في، وده حاجة احنا بنحترمها جدا، في بعض من خارج النادي كان له رؤية إننا نقفل هذا الملف وليس هناك ما يدعو للحديث فيه. ونحن كمجلس إدارة الأهلي والنادي الأهلي بنحترم هذه الرؤية، لكن الثابت لنا كإدارة موقف النادي الأهلي ليس مرتبط بمكسب أو خسارة مباراة أو بطولة. النادي الأهلي والحمد لله رب العالمين مليء بالبطولات، الحمد لله. النادي الأهلي أكبر من هذا الكلام، وواجب النادي الأهلي تجاه بلده وتجاه قارة أفريقيا التي ينتمي إليها إنه يتكلم، ويتكلم بصوت عالي، ويشاور على السلبيات على الأقل حتى لا تتكرر هذه السلبيات مرة أخرى، لأنه بصراحة شديدة جدا ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة. وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي. أولا بنبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على البطولة، ونتمنى لهم كل التوفيق عند تمثيل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية. النقطة الثانية، أي خسارة يا جماعة، أي خسارة مهما كانت قاسية بالتأكيد فيها دروس مستفادة، وهي دي الرياضة. والنادي الأهلي نادي كبير ما بيقفش عند خسارة، ولازم يستفيد من اللي حصل ومن ما حدث، وتكون دايما نظرتنا للي جاي، نظرتنا للمستقبل. النقطة الثالثة، بنستأذن حضراتكم التركيز في المؤتمر على النقاط التي تم إثارتها في الفترة الماضية وتحتاج إلى توضيح. نبدأ مع حضراتكم بالاتحاد الأفريقي. لا النادي الأهلي ولا أنا شخصياً عندنا خلاف مع الكاف،
ولا قيادات الكاف. احنا بنحترمهم جميعا. وانا اعرف كويس السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، اعرفه كويس، هو شخص متميز. وعندما تولى رئاسة الكاف انا شخصيا تفائلت بيه ولازلت متفائل بيه، لان لديه القدرة على تقديم الافضل للكرة الافريقية. الخلاف الذي حدث ان قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افتقد كل معايير العدالة وقواعد اللعب النظيف. نحن لسنا موجودين هنا لتوزيع الاتهامات، ده مش النادي الاهلي، احنا تواجدنا لان كلنا كأفارقة اعتقد ومتأكد انتبنا الحزن عندما تحدث عنا المتابعون للكرة الافريقية في العالم بشكل سيء لهذا الملف. نحن نعتز بقارتنا الافريقية ونعتز بالانتماء لهذه القارة العظيمة التي قدمت للعالم مواهب فذة في كرة القدم. افريقيا حاليا وبدون مبالغة تملك النصيب الاكبر في اللاعبين البارزين في الملاعب الاوروبية، وقارتنا تستحق مكانة كروية افضل. اندهشنا في بداية الامر عندما وجدنا دوري الابطال قارب على الانتهاء ومرت جولة الذهاب من الدور قبل النهائي، والاتحاد الافريقي لم يعلن عن مكان اقامة المباراة النهائية. كما تعلمون المباريات النهائية في اوروبا يتم تحديد اماكنها، اماكن اقامتها في معظم الوقت لسنوات، يمكن زي ما واضح على الشاشة مع حضراتكم. الاتحاد الافريقي نفسه السنة الماضية اعلن عن مكان المباراة النهائية قبلها بفترة، محدش اعترض، ولم يكن يعلم احد ان اي فريقين يتأهلان النهائي، مين هتأهل؟ محدش عارف. عكس ما حدث هذا الموسم، الاعلان عن المباراة، عن ملعب المباراة قبل انتهاء البطولة او قبل انتهاء المباراة، قبل انتهاء المباراة بثلاث اسابيع بس تقريبا يعني. نادي الاهلي بدأنا نتابع في وسائل الاعلام ان هناك منافسة بين السنغال والمغرب على استضافة المباراة النهائية، لكن ونحن نتابع لم نتصور اطلاقا ان يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة. ده ليس تقليل ابدا من اشقائنا في المغرب، بالعكس هم قادرين يعملوا كل حاجة، ولكن ان يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة زي ما قلت وبكرر ليس تقليا منها، بالعكس نحن نحترم اشقائنا جدا جدا في المغرب، لكن المغرب وفقا لمعايير العداله استضافت هذه المباراه العام الماضي برضو كانت في المغرب، وفي العام الذي قبله استضافت الكونفدراليه، العام اللي فات استضافت النهائي او دوري الابطال، السنة اللي قبلها استضافة الكونفدرالية، ولديها نادي الوداد أصبح قريبا جدا من يكون من يعني من طرفا في النهائي في المباراة النهائية. وبالتالي لا يصح أن يقوم الكاف بمنح أفضلية لنادي يلعب في ملعبه وسط جمهوره على حساب الطرف الآخر. النادي الأهلي بيتحرك، عشان كده احنا قلنا هنعمل مؤتمر بس في الاخر، لكن اثناء الاحداث من الصعب كنا كل شويه نقول لكم هنعمل كذا. ارسلنا خطاب للاتحاد الافريقي
قبل إعلانه عن مكان المباراة النهائية بفترة، وطلبنا منه إقامة المباراة النهائية في ملعب محايد، وطلبنا من اتحاد الكرة المصري هو كمان وأيضا أن يرسل خطاب للتأكيد على ذلك المعنى، وطلبنا من السيد وزير الشباب والرياضة التدخل لدى الكاف من أجل الحفاظ على حقوقنا المشروعة فقط، وأن تكون هناك عدالة بين طرفي المباراة. يوم الاثنين 9 مايو 2022 فاجأنا الكاف ببيان على حسابه الرسمي وأعلن عن إقامة المباراة النهائية في المغرب، واستند في حيثيات قراره إنه لم يكن لديه سوى دولتين فقط، المغرب والسنغال، والسنغال انسحبت، وبالتالي المغرب حصلت على حق تنظيم المباراة، وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم قارة أفريقيا التي نعتز كلنا بها. بصراحة إحنا في حاجة أن يرد الاتحاد الأفريقي على هذه الأمور التالية: لماذا لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن انسحاب السنغال وقت انسحابها، وانتظر كل هذا الوقت وبعدها أعلن إنه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب، وهو نفس ملف السنة الماضية؟ ونكرر، لا توجد لدينا مشكلة مع أشقائنا في المغرب، خلافنا فقط على قرار الكاف. في بيان الكاف التوضيحي الذي أصدره 12/5 قال فيه إنه استبعد في البداية ملفات نيجيريا وجنوب أفريقيا من تنظيم دوري الأبطال، لأن الملفين دولت غير مكتملين، في حين إن بيان الكاف الذي أصدره بتاريخ 11/5 إنه منح حق تنظيم نهائي الكونفدرالية لنيجيريا، الذي قال عنها في بيانه السابق إن ملفها غير مكتمل. هذا أمر يثير التساؤلات ويحتاج لتفسير. طالما الكاف سمح لنيجيريا أن تستكمل ملفها وتعود للمنافسة على التنظيم، لماذا لم يمنحها تنظيم نهائي دوري الأبطال؟ لماذا لم يمنحها تنظيم نهائي دوري الأبطال وفقا للطلب الذي تقدمت به من قبل، خاصة إنه لم يسبق لها تنظيم هذا الحدث، لكن الكاف منحها تنظيم نهائي الكونفدرالية، ومنح المغرب تنظيم نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، ولماذا لم يمنح الكاف بقية الدول فرصة استكمال ملفاتها مثل جنوب أفريقيا التي سبق وأن طلبت تنظيم دوري الأبطال، ومصر التي طلبت تنظيم نهائي الكونفدرالية؟ في بيان الكاف يوم 9/5 والذي أعلن فيه إنه أهدى تنظيم نهائي دوري الأبطال للمغرب، لم يذكر اسم الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وأقيمت المباراة في المغرب، ده صحيح، لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف. هل هذه هي قواعد اللعب النظيف؟ وكمان بقى على العكس، في بيان الكاف الذي أصدرهم 11/5 وقال فيه إنه أهدى تنظيم نهائي الكونفدرالية إلى نيجيريا، حدد ملعب بعينه في نيجيريا تقام عليه مباراة، ذكر اسم الملعب، أرفق صورة الملعب في البيان الصادر
لماذا كان هناك غموض في البيان الأول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني؟ بتكلم مع حضراتكم عن الخطوات التي اتخذها النادي الأهلي ومجلس إدارته بعد قرار الكاف. عرض النادي الأهلي الموقف كاملا على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي، وأفاد المكتب الاستشاري، خدوا بالكم الكلام ده كويس، إن موقف النادي الأهلي في الدعوة ليس قويا بسبب الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المطاطية للاتحاد الأفريقي، لكن كان لزاما علينا وأيا كانت النتائج أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي، ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل، وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل حتى في قرار مجلس الإدارة بالإجماع اللي خدنا فيه قرار المحكمة الدولية، مكتوب في القرار سلبا أو إجابا، كلام ده من بدري جدا. قرر مجلس إدارة النادي بالإجماع برضو وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم خوض المباراة النهائية، ورفض الجميع فكرة الانسحاب لأنه يكلف الأهلي كثير، ليس خسارة بطولة واحدة بل ثلاث بطولات إذا ما كانش أكتر. الانسحاب يترتب عليه الإيقاف عامين، هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية. وقررنا دائما داخل مجلس إدارة لمصلحة النادي، ليس في الحاضر فقط بل والمستقبل أيضا إن شاء الله. أرسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، حقوق بقى مشروعة، حقوق عادلة، منها نصف سعة الاستاد، وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورا، ولم نتلقى أي رد من الكاف. تلقيت أنا شخصيا تلقيت اتصال ودي من أحد الأشخاص، ودي لعقد اجتماع مع رئيس الكاف عبر برنامج زوم، وأبلغت إنني وبكررها تاني أحترم السيد متسبي وأقدره، لكن على الكاف، مش أشخاص بقى، ولكن على الكاف أن يرد رسميا على طلبات النادي الأهلي، لأن الموقف موقف نادي ومجلس إدارة وليس موقف شخص محمود الخطيب، والقرار دايما يكون لمجلس الإدارة وليس لشخص، حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس النادي. ده اللي احنا تعلمناه نظرا لمرور الوقت واقتراب موعد المباراة، وعدم تلقينا اي ردود من الكاف. ارسلنا خطاب اخر للكاف وطلبنا عقد اجتماع رسمي بقى، اللي كنا بنتكلم رسمي الاهلي والكاف او الكاف والاهلي، بس احنا اللي بنبعد دلوقتي، وطلبنا عقد اجتماع بين الممثل الرسمي للكاف والممثل القانوني للنادي للوصول الى حلول بخصوص طلبات الاهلي العادلة التي تم ارسالها للكاف ولم نتلق اي رد. يوم 26/5 وقبل المباراة باربع ايام فقط تلقينا خطاب من الكاف، جاء فيه انه تم تخصيص 10,000 تذكرة للأهلي ومثلها لنادي الوداد، وعشرين ألف للعامة
5000 تذكرة للرعاة، حتى تكون الأمور يا جماعة واضحة. لم نكن نتصور أبدا إن الأمور قد تصل إلى هذا الحد. النادي الأهلي لم يتسلم من 10000 تذكرة سوى 2500 تذكرة وعلى دفعتين. أما 20000 المخصصين للعامة، هنا عايز أعرف كلمة العامة في لجماهير كرة القدم، ومفهوم العامة من الجماهير هم المحبين لكرة القدم وغير منتميين لطرفي المباراة النهائية. تم طرح تذاكرهم أونلاين، وللأسف تم حجب الرابط الخاص بحجز التذاكر عن أي شخص يريد الحجز من خارج المغرب. وبالطبع وطبيعي جدا أن تذهب 20000 تذكرة وما تبقى، ومن واللي ما استلموش الأهلي من 10000 كمان أن يذهب كلها لجماهير المنافس. طيب رؤيتنا بقى احنا ايه كنادي أهلي في ضوء كل الأحداث السابقة؟ قارة أفريقيا قارة كبيرة وتمتلك من المواهب ما لم تملكه أوروبا، وأفريقيا تستحق مكانة كروية أفضل. نحن نعلم أن أي تعديل أو تطوير هو مسؤولية الكاف طبعا، ولكن من أجل الكرة الأفريقية عاوزين نطرح رؤيتنا التالية، وهنا قرار للكاف ونعترف بده، لكن هي مجرد رؤية من أجل الكرة الأفريقية من وجهة نظرنا. 1، أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والعودة مباراتين، لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح. أوروبا تختلف كثيرا عن أفريقيا، وسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة جدا، وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر، وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل دول أفريقية عكس أوروبا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقابلتها، وهنا بتكلم على كل الجماهير الأفريقية. أيضا لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الأفريقية، على العكس في أوروبا المسافات بين الدول قريبة جدا، ولا توجد كل هذه المشاكل التي أشرنا إليها. 2، حال استمرار، وده قرار كيف طبعا حكومة كامل، حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة، أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف من توضيح الشروط اللي فيها، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل، ما نستناش لآخر أسبوعين أو ثلاثة. 3، أن يدرس الكاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات، حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة وفرص مماثلة. هنا في دول ممكن ما يكونش عندهم القدرة المالية والتنظيمية، وهنا بقى يجب أن يقوم الكاف بدعم ومساندة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها. 4، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد
الأدنى من العدالة. إحنا أو أفريقيا ليست أقل من أوروبا. 5، أن يقوم الكاف بإعادة صياغة للوائح الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل أكثر من تفسير، ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة، علما بأننا نؤكد وندرك أنها مسؤولية الكاف، ولكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية الأفريقية كلها. إيه المانع إحنا نبعت اللوائح دي، واللوائح دي الأندية تحط يعني تحط عليها كل الأندية، مش لجان ولا بتاع، كل الأندية، كل نادي يحط تصوراته، ثم التصورات دي تروح للكاف يبتدي يناقشها ويشوف الغالبية بتقول إيه. 6، دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من الكاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حاليا وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات، المسابقة، الإقامة، المكافأة اللاعبين، الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، علاج المصابين بيقعوا منك خلال البطولة، ده بقى صليبي وده مش عارف، زي ما حصل مع النادي الأهلي في 3 حالات تقريبا. فالمبالغ دي أعتقد يجب دراسة كيفية زيادة هذه المكافآت. هنا يمكن وقفت بقى شوية كده بالنسبة لملف أو اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبة للاتحاد الأفريقي. عايز أتكلم مع حضراتكم الأمر الثاني اللي عايز أتكلم فيه، نتحدث فيه مع حضراتكم عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم. أولاً، لم يكن لدينا أي معلومة عن مسألة تنظيم المباراة النهائية إلا عندما بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن وجود منافسة بين السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، وإنه كان هناك مواعيد محددة لتقديم طلبات التنظيم، والتفاصيل حضراتكم عارفينها عشان ما كملهاش الى اخره يعني. ثانيا، لما سمعت الكلام ده تواصلت مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، سألت سيادته هل الاتحاد قام بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباراة النهائية لدوري الابطال، واجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد. يعني ما دخلناش ليه بقى في الهيصة دي يعني، في المسابقة دي يعني، في التنظيم ده. كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلام عن مساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب إن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة، الاتحاد الكرة المصري يعني، وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح. طبعا استغربت جدا، عودت الاتصال مرة تانية السيد الأستاذ جمال علام وأبلغته بما قاله المهندس هاني أبو ريدة، وسألته من صاحب المعلومة الصحيحة، حضرتك ولا المهندس هاني؟ وكانت إجابته إحنا الاثنين صح، كلنا معلومته صح. أنا طبعا اندهشت جدا، قلت إزاي؟ فأجاب السيد رئيس الاتحاد إنه قام بالرد فعلا على الكاف، لكن لم يطلب تنظيم المباراة
ولكن طلب إقامتها على ملعب محايد. أمر يبدو بالنسبة لينا الحقيقة غريب وصراحة يعني غير مقبول. ثالثا، عندما كررنا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار الكاف بإقامة النهائي في المغرب، تواصلت مع السيد رئيس اتحاد الكرة وطلبنا منه، بتكلم بصيغة النادي، وطلبنا منه صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي، أو الأفريقي اللي هو اللي بعت الأول ثم المصري، بخصوص تنظيم النهائيات الأفريقية. وهذه الأوراق يا جماعة، ودي نقطة مهمة هنجيلها في الآخر، وهذه الأوراق من المفترض إن إحنا أن نبني عليها موقفنا القانوني، وللأسف لم نتلقى استجابة منه حسبما وعد. الكلام ده أعتقد كان يوم اثنين أو ثلاثة، الاثنين للثلاثة، وما جلناش حاجة. فطلبت من السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي التواصل مع المدير التنفيذي للاتحاد في هذا الأمر، لأن الورقة ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا. وقمنا بمخاطبة الاتحاد كتابيا ثلاث مرات لهذا الأمر، واخترنا السيد وزير الشباب والرياضة بما يحدث مع النادي الأهلي، ووعد بالتدخل. شوف بقى، حد اثنين يعني اثنين ثلاث أربع خميس تقريبا يعني، أو ثلاث أربع خميس، وطبعا صباح جمعة. هنا السيد وزير الشباب والرياضة وعد بالتدخل، وبعد أربعة أيام من المماطلة كلفت الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالذهاب إلى اتحاد الكرة ويبقى عند المدير التنفيذي للاتحاد وما يتحركش إلا لما يكون الورق ده في إيده، لأن المكتب القانوني قاعد جنبنا يومين ثلاثة ورا بعض أو ثلاثة أيام ورا بعض عشان بس يكتب، ومش هيقدر يكتب إلا من خلال الخطابات ديت. قلت له يا دكتور ما تتحركش الا لما الجبهه دي تجيلك. وقابل فعلا مدير التنفيذي للاتحاد الذي ابلغه، مدير الاتحاد ابلغه انه لن يستطيع تسليمه اي صور من الخطابات المتبادله الا بعد ان يتلقى موافقه السيد رئيس الاتحاد. اللي احنا بنخاطب الناس بقالنا 3 او 4 ايام. طب نعمل ايه؟ وهنا في مواقف يقول لك النادي الاهلي لازم مش عارف يعمل، النادي الاهلي ولا بيعلي صوته، ولا النادي الاهلي بيطلع يتخانق. النادي الاهلي بيمشي ضمن الاصول، النادي الاهلي بيحافظ على البلد، بيحافظ على الاصول السليمه، النادي الاهلي بيحافظ ازاي يكون بيتعامل مع كل المواقف باسلوب سليم. لجأنا للاعلى السيد وزير الشباب والرياضه. الحقيقه قمت وكلمته تاني وصعدت الامر مع الدكتور اشرف صبحي مره تانيه، لان الوقت بيمر ولم يتبقى على المباراة إلا أيام قليلة. والحقيقة بقى هنا إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كانت لديه ردة فعل عنيفة قوية وعنيفة لتفاهمه، هو فاهم الراجل كويس إن الأمر ده يضعف من الموقف القانوني للنادي الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية، وتعامل بمنتهى الجدية ووعدني بإرسال أحد المسؤولين من مكتبه إلى مقر اتحاد الكرة. ومساء نفس اليوم بقى الخميس الساعة 5:45 الظهر تسلمنا صورة من الخطابات. لكن الحقيقة بعد ضياع أربع أيام دخلنا في يوم الجمعة، وكان بعدها السبت والحد عطلة في أوروبا. هنا أنا بس بحط عنوان، هذه هي المساندة وهذا هو الدعم الذي وجدناه من اتحاد الكرة. عموما هذه ليست أول مرة يتخلى فيها اتحاد الكرة عن مساندة الأندية المصرية.
كل يتذكر ما تعرض له النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال عام 2018. تعرضنا لظروف صعبة للغاية ولم نجد أي مساندة أو دعم من اتحاد الكرة أو ممثل مصر في الكاف. طلبنا من اتحاد الكرة قبل شهور ما يقرب من 3 مرات في مكاتبات رسمية إنه يطلع بمسؤولياته وأن يتواصل مع الاتحادين الدولي والأفريقي لحل أزمة تضارب المواعيد بين كأس العالم للأندية وبين كأس الأمم الأفريقية من أجل مشاركة لاعبينا الدوليين مع المنتخب المصري ومع النادي، لأن النادي برضو بيلعب باسم مصر في بطولة كبيرة جدا، بطولة عالمية. وأكد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، مش اللي هنا مش دلوقتي، من خلال وسائل الإعلام إن المشكلة تم حلها والمنتخب والأهلي كلاهما سيشارك بصفوفهم كاملة في البطولتين وليس كل ما يعرف يقال. وللأسف في النهاية لم يحدث شيء وتم حرمان النادي الأهلي من لاعبيه الدوليين في مونديال الأندية في أول مباراتين تقريبا، أول مباراة بالكامل ما فيش، تاني مباراة اللي جم ليلة المباراة مش ليلة الصبح، مباراة بالليل. فمعظمهم ملعبش. النقطة الأهم في موقفنا مع اتحاد الكرة، وأتمنى التركيز من حضراتكم السادة المسؤولين في اتحاد الكرة، تحدثوا بكثافة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية. النادي الأهلي ما بيكلمش كتير، تبقالكوا كام سنة عمرنا، أنا مدري ما عملاش مؤتمر صحفي أول مرة. يعني النادي الأهلي بيدرس المواضيع ويتكلم في الحقوق المشروعة ومن القنوات الشرعية كويس، لكن ما بيطلعش يطلع كل يوم يرغي. فالسادة المسؤولين في اتحاد الكرة تحدثوا بكثافة في الإعلام خلال الفترة الماضية ودائما يتوقفوا عند نقطة واحدة، إن النادي الأهلي لم يطلب تنظيم المباراة، ولو كان طلب كانوا سينفذون رغبات طبعا. حقيقة أمر غريب، وأنا الحقيقة مش قادر ألاقي حاجة غير الابتسامة بس، ولكن النادي الأهلي بيدرس كل المواضيع، ما بيتكلمش عن خلال لوائح. أولا لا يصح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح المسؤولين في اتحاد الكرة، لكن يجب أن يكون عندهم دراية كبيرة بكل اللوائح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر. ثانيا، المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكرة؟ بالتأكيد اتحاد الكرة. البند وهيطلع لسيادتكم، البند رقم 28 بتنظيم المباراة النهائية من لائحة دوري الأبطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقة. نص البند كالآتي: سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط في إحدى الدول، التي يتم اختيارها من قبل الكاف. هذا هو البند الذي نص على إقامة المباراة بإحدى الدول وليس بأحد الأندية، علما بأن الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا إنها دايما بتساند استضافة بلادنا لكل الأحداث الرياضية الدولية وحريصة على ده. الفترة الأخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطولات كتير جدا، فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حريصين على ده وحريصين إن مصر
تتواجد في تنظيم أحداث رياضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا. ثالثا، كيف يتقدم نادي للاستضافة المباراة النهائية؟ ممكن يخرج تاني ماتش على طول أول مباراة يخرج. كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة، بل من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى؟ لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم. كرة القدم كرة، ممكن فرقة تبقى ما شاء الله وعادي تطلع بره تخسر، ده طبيعي، هي دي الكرة. رابعا، الدور النهائي يقام من مباراة واحدة منذ 3 سنوات في أفريقيا، من 3 سنين في أفريقيا. أتمنى أن يذكر اتحاد الكرة ناديا واحدا في قارة أفريقيا تقدم لاستضافة نهائي البطولة. بالطبع أعتقد يعني لا يوجد، لأن الاتحادات هي من تتقدم بطلبات الاستضافة. والتأكيد في خامسا، هناك العديد من الاتحادات في الدول العديدة تتقدم لاستضافة المباريات النهائية، ولا يوجد لهذه الدول أندية مشاركة في البطولات. نيجيريا كانت متقدمة ولم يكن لها نادي ممثل. السنغال، هذا دليل قاطع على أن التقديم مسؤولية الاتحادات وليس الأندية. وفي أوروبا يحدث ذلك في أوقات عديدة، يقام النهائي في دول ليس لها أندية مشاركة في البطولة. زي ما قلت، ده دور الدولة تحب تشارك لأنها بتجلب لبلدها أنظار العالم كله. سادسا، عندما استضافت مصر نهائي دوري الأبطال، ارجعوا معايا حضراتكم بقى بالذاكرة، عندما استضافت مصر نهائي دوري الأبطال عام 2020 بين ناديين مصريين، كلاهما لم يتقدم ولم يطلب تنظيم النهائي. اتحاد الكرة هو الذي تقدم. وللتوضيح أكتر، كان في الدور قبل النهائي لهذه البطولة 4 فرق، 2 من مصر و2 من المغرب، وتم الاتفاق في حال صعود، لما بقى الاتحاد تحرك يعني هنعمل ايه، مصر ممثله والمغرب ممثله، فالاتحاد تحرك واتفقوا على او تم الاتفاق على حال صعود ناديين من مصر المباراه النهائيه في مصر، وحال تاهل ناديين من المغرب تقام المباراه النهائيه في كازابلانكا. واذا تاهل نادي من كل دولة يتم إجراء قرعة، وذهبت القرعة في الوقت ده تم إجراءها بمعرفة الكاف وذهبت لمصلحة مصر. أيضا المغرب عندما استضافت نهائي البطولتين الأخيرتين لدوري الأبطال لم يتقدم أحد يعني أي نادي منها. الاتحاد المغربي هو اللي اشتغل، وده يعني شيء مقدر أو نقدره، هو اللي اشتغل، هو اللي تقدم للكاف بطلبات التنظيم، وهو عارف إن ممكن النادي بتاعه ما يوصلش، وفعلا النادي بتاعه ما وصلش السنة اللي فاتت، ووصل الأهلي وكايزر تشيفز، مش النادي. سابعا، نص الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى سيادة الوزير أشرف صبحي والموقع من السيد رئيس الاتحاد، أعتقد لما نقرأ كويس انه سيكون فاصل في هذا الامر. نص الخطاب في ايه؟ الجزء اللي يهمنا. الاتحاد المصري بيقول ايه؟ استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الافريقي والدولي، فان الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القارية. وذكر في الخطاب كل البطولات
اللي جت في خطاب الكاف للاتحاد المصري، ولم يذكر الاتحاد في خطابه للوزارة طلب استضافة نهائي بدوري الأبطال. وهذا يؤكد أن اتحاد الكرة هو الذي يطلب التنظيم وليس النادي. ثامنا، إعلان الاتحاد المصري عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية تنظيم النهائي، يجعلنا نسأل اتحاد الكرة من الذي أبلغه أن هناك تقديم طلبات من الأندية لاستضافة المباريات النهائية للمسابقات الأفريقية؟ مين؟ وفي هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبة النادي؟ أو تحدث معه مسؤول الاتحاد هاتفيا؟ كويس؟ وإذا كان هذا حدث، لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الأهلي؟ كمان نقطة إضافية أخرى، هو النادي يعني أي نادي عندما يحتاج النادي أي نادي إنه يخاطب السيد وزير شباب الرياضة، أنا ما بروحش الاتحاد المصري، ما بروحش أنا الاتحاد المصري، أنا بروح لوزير شباب الرياضة دايركت. هل هو في حاجة، يعني ده بنتكلم عن النادي، هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة؟ أولا ده غير صحيح، كل الأندية من حقها تخاطب وزارة الرياضة مباشرة. تاسعا، كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون أنه وفقا للوائح عندما يرغب الاتحاد الأفريقي في مخاطبة الأندية تتم المخاطبة عن طريق اتحاد الكرة، وهكذا كل الاتحادات، مش بتكلم على الكرة بس. واتحاد الكرة عندما تلقى خطاب التنظيم من الكاف يوم 19/1/22 لم يتم اخطار الاهلي لا كتابة ولا هاتفيا، اذن لماذا يدفع الاهلي ثمن حجب معلومات لا يعلم عنها شيء؟ عاشرا، عايز استاذن الاستاذ حازم اللي انا تعبته معايا جدا في البرزنتيشن ديت، ان يظهر على الشاشه الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكره من الكاف يوم 19/1/22 والذي تضمن تنظيم كل البطولات وبجواره الخطاب الذي ارسله اتحاد الكره لوزير الرياضه والموقع من السيد رئيس الاتحاد، بيطلب فيه تنظيم العديد من البطولات. الكل يلاحظ ان اتحاد الكرة طلب في خطابه تنظيم 5 بطولات وقام بحذف البند الاول الخاص بنهائي دوري الابطال الموجود في خطاب الكاف. هل رأى اتحاد الكرة ان نهائي دوري الابطال او غير مهم؟ مع العلم ان الاتحاد الافريقي وضع نهائي دوري الابطال في البند الاول. ونسأل هنا سؤال اخر، لماذا اتحاد الكرة لم يرفق صورة من الخطاب الذي تلقاه من الكاف مع الخطاب الذي أرسله إلى وزير الرياضة؟ الاثنين مع بعض، يعني أنا رأيي هو يا عم، بس ده بقى اللي جنب الكاف بتحطه، ده طبيعي في المراسلات، طبيعي وبالذات لما بتخاطب سلطة أعلى، لما يكون في خطاب لسلطة أعلى تديه الأمر واضح من كل الجوانب، على الأقل لإبلاغ الدكتور أشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من الاتحاد الأفريقي، وأن هناك فرصة لطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال في مصر. نحن على يقين بأن وزارة الرياضة لو كانت قد اطلعت على الخطاب لوافقت على استضافة المباراة، وهو الأمر الذي تحدثت فيه بالفعل مع وزير شباب الرياضة، وإنه لو كان يعلم كان هيبقى هنا هينظم البطولة دي. قبل أن أتطرق مع حضراتكم لطلباتنا بقى بخصوص اتحاد الكرة، الحقيقة برضو عادينا على يعني لدينا 3 استفسارات. الاستفسار الأول، لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب الاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال مع إنه تسلم خطاب الكاف يوم 19/1/22
وتم إغلاق باب التقديم يوم 28/2/22، يعني بعد شهر 40 يوم تقريبا. وعندما قرر اتحاد الكرة بعد 40 يوم، عندما قرر اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف، قام بالرد بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد. الاستفسار الثاني، لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع إدارة الأهلي 4 أيام وأنا داخل في قضية مع الكاس 4 أيام عشان أخد ورقة طلبات النادي الأهلي بخصوص ما حدث من اتحاد الكرة؟ سرعة انتهاء وزارة الشباب الرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد. بين قوسين كده، مش كلامنا، بين قوسين كده، طبقا لما ورد إلينا من وزارة الرياضة، والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن الجماهير المصرية من معرفة الحقيقة وأخبار كافة الجهات الرقابية في الدولة لإعلاء مبدأ الشفافية المبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والإطمئنان للقرارات الصادرة عن الاتحاد، وتحمي حقوق الأندية عند المشاركات المحلية والقارية، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الآلية، وبما يضمن الشفافية في معاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية. أخيرا، يحتفظ النادي الأهلي بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية تجاه كل الأطراف التي تسببت في إلحاق الضرر بالنادي، وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الشباب والرياضة بمعاونة السادة القضاة. في النهاية الحقيقة عندي بقى، أنا بقى عندي بعد إذنكم بقى طبعا، يعني مش أنا آسف للإطالة يعني، بس في النهاية عندي مجموعة من الرسائل. لسنا في خصومة مع الاتحاد الأفريقي، ونحن لا نطالب إلا بالعدالة، وجميعنا في قارة أفريقيا في مركب واحد، ولابد أن نطور من أنفسنا ونتعاون حتى لا تتكرر السلبيات السابقة من أجل مصلحة الكرة الأفريقية التي تستحق الأفضل. الرسالة الثانية، نادي الوداد الرياضي أو القائمين على التنظيم في المباراة النهائية، نادي الوداد الرياضي نادي شقيق ونحن نقدره، وخلافنا ليس معه على الإطلاق، لكن انطلاقا من العلاقة الطيبة اللي بتربط أو تربطنا مع كل الأندية المغربية الشقيقة، نتحفظ على ما تعرض له الوفد الرسمي للنادي الأهلي أثناء دخول ملعب المباراة. الرسالة الثالثة، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الشكر على تعاونك معنا في هذه الأزمة وحرصك على فتح تحقيقات عاجلة لاستبيان الحقيقة. الرسالة الرابعة، نحن لم ولن نطلب إلا العدالة لكل الأطراف، ومصر فوق الجميع، ويجب أن نسعى جميعا من أجل الحقوق المشروعة للأندية والكرة المصرية. الرسالة الخامسة، جمهور النادي الأهلي، نحن نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة، ولكن وبعد غياب يمكن 7 سنوات على البطولة الأفريقية، نادي الأهلي لما بيكون عنده إخفاق في حاجة بيقفل على نفسه، يشتغل بس، ما بيرغيش كتير، يشتغل بس. واللي هنا بقى اللي طمننا ان احنا حاولنا ان احنا نمشي بالطريق الصح، عشان كده تواجدنا والحمد لله في النهائي الافريقي عن جدارة 5 مرات من اخر 6 سنين،
أعتقد لم تحدث لأي نادي تاني. لذا يجب ألا نقصوا على لاعبينا وجهازهم الفني والإداري والطبي، كلهم اشتغلوا حققوا كثير من البطولات الفترات الماضية. الأهم أن نستفيد مما حدث كلنا ونستوعب الدرس. وهنا جملة مهمة برضو لجمهورنا الحبيب، جمهورنا العظيم، لا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات ناديكم وبيعمل على ذلك. ناديكم محتاج ليكم ومحتاج مسندتكم اللي احنا اتعودنا عليها وتعودناها منكم. لدينا تحديات كبيرة وكتيرة، وانتوا السند في كل المواقف. جمهور الأهلي ده حمام، جملة معناها واضح، مش عايز أنسى أبدا، عشان كده مش عايز أذكر، لكن مش عايز أنسى أبدا كل من ساهم مع النادي الأهلي. كان عندي ممثلة على مجلس الإدارة، كان عندي اتصالات على مستويات كبيرة جدا أثناء الأزمة دي، فبحكم منصبي علشان نتكلم في الأزمة دي. من هنا عايز أشكر كل مؤسسات الدولة المصرية، كل مؤسسات الدولة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر، أرجوه يعذروني لو أنا نسيت، الخارجية، وزارة الخارجية، سفرائنا، سافرنا في المغرب تعب معنا جدا جدا، بشكره جدا، بس من خلال وزارة الخارجية اللي أنا قام بدور كبير، وزارة الداخلية، رجال الأمن، تأمين والاتصالات للتأمين، وزارة الدفاع نفس الشيء، وزارة الشباب والرياضة، وأنا قلت جزء مع السيد وزير الشباب والرياضة الحقيقة، وكل من ساهم في يعني كل من ساهم مع الأهلي وقف بجوار الأهلي. أشكر حضراتكم جدا جدا على الحضور، متأسف للإطالة، لو في أي استفسارات أنا تحت. شكرا.